نشرف ونسعد بالترحيب بكم مجددا يا فخامة الرئيس على مائدة الإنجازات الكبرى. ويتعلق الأمر أولا بخط ربط كهربائي عالي الجهد 225 كيلو فولت ومحطاته الفرعية بين نواكشوط وكرمسي على الحدود مع السنغال الشقيقة، في إطار تطوير وحدات الإنتاج في البلدين ضمن اتفاق ثنائي يقضي ببناء خط بجهد 225 كيلو فولت يمتد من نواكشوط إلى مدينة توبن السنغالية، وبطول 422 كيلومتر منها 204 كيلومتر في موريتانيا. وثانيا بوضع حجر الأساس لكهربة 13 قرية بها كم سكاني معتبر ومقدرات وفرص تنتظر الطاقة لترفد الحركة الاقتصادية بنشاطاتها منتجة ومدرة للدخل. صاحب الفخامة أيها السادة والسيدات، سيتيح خط الربط الكهربائي بشكل خاص تطوير عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا والسنغال بقدرة 160 ميجاوات، بالإضافة إلى طاقة نقل خط منظمة استثمار النهر السنغال الحالية التي تبلغ سرعتها 80 ميجاوات. المساهمة في الاستقلال الأمثل لمصادر الإنتاج خاصة في الوقت الذي يجري فيه الاستعداد لبناء محطات توليد كبيرة في هذه المنطقة، من بينها محطة شمسية بقدر 100 ميجاوات هنا في تقن، تم التوقيع على اتفاقية بشأنها خلال هذا الشهر في دبي تحت إشرافكم السامي يا فخامة الرئيس. كما سيتم بناء محطة في كرمسين بقدر 250 ميجاوات للاستفادة من مخزون بلادنا القازي. تأمين وتوسيع الإمدادات الطاقوية في هذه المنطقة الزراعية والرعوية الاستراتيجية بحكم موضعها الجغرافي بالقرب من البحر والنهر والعاصمة نواكشوط. توفير تأمين إضافي لتزويد محطة معالجة وضخ المياه في بني نعجين التي تغذي مدينة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب. وقد بلغت كلفة المشروع 17 مليار أوقية قديمة بتمويل مشترك بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والدولة الموريتانية. أما فيما يخص مشروع كهرباء 13 قرية فإنه يشمل المكونات الأساسية التالية: إنشاء خط كهربائي هوائي بجهد متوسط 33 كيلو فولت بطول 62 كيلو متر، تركيب 28 محولا كهربائيا، إنشاء خط كهربائي هوائي بجهد منخفض 400 فولت وبطول 90 كيلومتر، تركيب 500 وحدة إنارية عمومية. ويأتي هذا الإنجاز إنفاذا لتوجيهاتكم يا فخامة الرئيس بخصوص تمكين المواطنين في قراهم وأريافهم من كافة الخدمات الأساسية بقية الارتقاء بمستواهم المعيشي وتسهيل سبل الكسب لهم. ويتيح هذا المشروع النفاذ إلى خدمات الطاقة الكهربائية لأكثر من 9000 منزل في قرى تاقلالت، تنوارت، بير السعادة، الحظ، البيل، تقمطين، قوبة 24، الصفاء، بومبري، أجوير، مسيكة، الصواء، وتنحمد. ومن المتوقع أن تنتهي الأشغال فيه خلال 10 أشهر. وقد بلغت كلفة المشروع أكثر من مليار أوقية قديمة بتمويل من الدولة الموريتانية.